اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم تثقيف صيدلاني الحلقه الاخيره بعنوان الاصابات الرياضيه. كنا بنعرف انه الرياضه اشي اساسي ومهم كتير في حياتنا وله فوائد كتير، لكن للاسف في بعض الناس وهم بيمارسوا الرياضه بتعرضوا لاصابات، في منها الخفيفه وفي منها الخطيره لا سمح الله. اليوم رح نتعرف على اكثر الاصابات اللي بتعرضوا لها الرياضيين وخاصه اصابات العضلات والاربطه. خلونا نشوف الحلقه سوا. إصابات العضلات هي من أكثر الإصابات اللي بنصاب فيها اللاعبين، وذلك لأن العضلات هي الأداة الرئيسية في الجهد البدني والجزء الأساسي من الجهاز الحركي للإنسان. وبتنقسم هاي الإصابات إلى أولاً الكدمات، وهو تعرض الأنسجة والجلد أو العضلات أو غيرها لمؤثر خارجي يقوم بالضغط الشديد على العضلة مما يؤدي إلى حدوث نزيف فيها وينتج ورم في المنطقة يظهر على شكل كدمة. النوع الثاني من الإصابات هو الشد والتمزق العضلي، وهو شد أو تمزق بالألياف أو الأوتار العضلية ينتج عن جهد عضلي قوي ومفاجئ، حيث أن درجة الشد كانت أكبر من درجة تحمل العضلة، ويصاحب الشد الألم والورم بالإضافة لعدم قدرة العضلة على أداء وظيفتها كما يجب. أولاً يجب إراحة العضلة المصابة وقت كافي. ثانياً يجب وضع قطع الثلج أو الماء البارد على العضلة المصابة عند حدوث الإصابة إن أمكن. ثالثاً يجب غسلها يومياً أكثر من مرة بالماء البارد ثم الماء الساخن، وذلك لزيادة التروية على العضلة المصابة. رابعاً يجب استخدام الكريمات والمراهم المخففة للألم، أيضاً استخدام الأدوية المرخية للعضلات. خامساً يفضل استخدام المشدات الطبية ولا ننسى إزالتها عند النوم. سادساً يجب تمرين العضلة باستمرار وذلك لاستعادة وظيفتها الطبيعية. الرباط الصليبي هو أحد الأربطة الداعمة للركبة، حيث يعمل على اتزان المفصل ويمنع انزلاق عظمة الساق إلى الأمام أثناء الحركة، وبالتالي عند حدوث أي خلل في هذا الرباط فإنه يؤدي إلى إعاقة حركة الشخص لأنه يؤثر على الحركة. ويعتبر السبب الأساسي لمثل هذا النوع من الإصابة هي الرياضة للأسف. قد يجبر اللاعب عن الابتعاد عن ممارسة الرياضة لمدة طويلة أقلها 6 أشهر، وقد تمتد إلى سنوات حسب نوع الإصابة. وأكثر اللاعبين عرضة لهذا النوع من الإصابات هم لاعبي كرة القدم وكرة السلة بسبب الاحتكاك الجسدي بين اللاعبين وقيامهم بحركات فجائية. وهلا نسلط الضوء على اعراض الاصابه بالرباط الصليبي الامامي للركبه، ونوه لنقطه انه اعراض هاي الاصابه بتتغير من شخص للثاني، لكن اهم شيء هي حدوث تورم في الركبه بصاحبها الم حاد عند تحريك القدم، بالاضافه للشعور بعدم الثبات بالركبه عند تغيير وضعيه الجسم. وصول المصاب لهي الوضعيه او لهي الحاله رح يضطر لتدخل العمل الجراحي حتى ما يتطور المرض لروماتيزم او اي مرض ثاني. خلل الكتف وهو خروج المفصل الكروي للذراع من منطقة تجويف الكتف، حيث تصبح الأنسجة المحيطة به مشدودة بشكل زائد وقد تتعرض إلى التمزق. ويحدث هذا عند معظم الأشخاص خلال ممارستهم إلى الرياضات التي تتطلب احتكاكا جسديا، مما يؤدي إلى الوقوع الشديد على الذراع. ومنها أعراض خلل الكتف وهي شعور المصاب بألم شديد وعدم قدرته على تحريك منطقة الذراع، وحدوث تورم وانتفاخ في منطقة الذراع. تصرف عند خلع الكتف. طبعا لازم نتوجه لاقرب قسم حوادث بالمستشفى واذا نحس انه في عندنا خلع بالكتف، ولازم ما نخلي شخص غير مختص يرجع الكتف لوضعه الصحيح، لان هذا بيؤدي لضرر بمنطقه حول المفصل من الانسجه والاوعيه الدمويه والاعصاب. ولازم نتفادى ان نحرك منطقه اعلى الذراع قدر الامكان، ممكن ان نضع وساده بين جانب الصدر والذراع لحتى نوفر دعم للكتف.